فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وهل المسلمون على استعداد أنهم يتركون دينهم الذي أكرمهم الله به وأنقذهم به من الجهالة وعلمهم من الجهالة وأنقذهم به من الضلالة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وجعل لهم السيادة على أهل الأرض؟ هل المسلمون على استعداد؟ وإن تنازل بعض الأغرار من المسلمين أو الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، لكن لا يمكن أن يتحول المسلمون كلهم أبدا. الحمد لله، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين كما أخبر صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذا فيه قطع لأطماع اليهود والنصارى في أن المسلمين يتركون دينهم جملة، وإن كان قد يتركه فئام من الناس، لكن الأمة المحمدية لا تجمع على ضلالة أبدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن الله يبين لنا أننا لا نطمع في إرضاء اليهود والنصارى أبدا إلا أن نتحول عن ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.